مساء الخير، اهلا بحضرتكم. ما اصعب ان تكون فنانا او مبدعا وليك تاريخ من الابداع الفني اللي بتمثل بلدك، موجود في كل مكان، بتقدم خدمات كتير لحد ما تعتلي مناصب كبرى، ثم فجأة لخطأ قد تعترف به وقد تكون مرتكبه وقد تكون قصرت وقد اي حاجة، وفجأة لا يبقى منك الا هذا، كل شيء يضيع في ثانية وتبقى انت تكون انت المتهم والمدان، لا احد لينظر الى تاريخك والى ماذا قدمت، وتصبح المسألة حالة من الاحباط واليأس. انا بتكلم عن الدكتور محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة، والذي صدر ضده حكم اول درجة بالسجن 3 سنوات، وما دلنا في انتظار الاستئناف. وزي ما قلت لحضراتكم، احنا مش هنتكلم في القضية، احنا بنتكلم عن فنان دخل السجن، فنان فجأة لقى نفسه محاصر بين جدران، بس كان السجن اللي جواه كان اكبر. ازاي المرحلة دي عدت؟ ازاي تعامل معها هذا الفنان اللي لوحاته موجودة في مكتبة الكونجرس الامريكي، اللي موجودة في كل مكان في مصر كانوا بيتسابقوا عليها، موجودة في دار الاوبرا المصرية، موجودة في سفارات اجنبية، موجودة في مؤسسة الاهرام اللي بتضم لوحات عالمية لفنانين كبار وكبار الفنانين المصريين. كيف يمكن تخيل عندما يصبح فنان وحده وحيدا داخل زنزانة بيحمل كل الاخطاء وكل الخطايا دون العودة الى نقطة البداية وتاريخ طويل مع الريشة والورق؟ دكتور محسن شعلان، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كفارة، الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. عمرك تخيلت في يوم انك هتدخل السجن؟ لا طبعا، لا طبعا. انا بتجيلي دايما في شكل عربية، في شكل حادثة، في شكل بتاع، ببقى مرعوب من ده. لكن فكرة دخول سجن الفنان طول الوقت حياته بيحبس ابطال واشخاص ومجتمع جوه لوحات، لكن هو حر طليق، انت ما تخيلتهاش لمرة انك ممكن تبقى في قفص التهم؟ ابدا، يعني كان لا يمكن يخطر على بالي، يعني لان انا فنان، الفنان ده مسالم ورقيق ومرهف ومش عدواني مثلا، ومش يعني طبيعة الفنان لا تؤهله انه يفكر في انه ممكن يسجن. ولكن ممكن احيانا في مساحات حرية ومساحات جرأة ومساحات تعبير يعني قد لا يتفق مع معايير معينة يبقى عرضة لده، وحتى ده بيبقى له فخر في الاخر، بس اثناء التجربة بيبقى مر يعني. لكن التصنيفة يعني، عارف، فنان سجن وفنان ما سجنش، يعني احنا كنا، يعني انا واحد من الناس كنت ببقى مذهول ان عبد الهادي الجزار سجن في لوحة الكرس الشعبي، اللي هي الصف من الناس واقف وقدامهم اطباق فاضية في وقت ما، طبعا ده كان قبل الثورة كمان، فعمل الناس واقفين قليل الحيلة، حركة الايدين كانت مهمة في الصورة، اللي عامل كده واللي عامل ايده كده، وقدامهم اطباق فاضية، اللوحة دي سجنته. وعايز اقول معلومة بالمناسبة، ان القاضي اللي خرجه كان محمود سعيد، محمود سعيد قاضي، نعم، فهو اللي يعني خرجه، يعني هو اللي يعني كان بيقضي في هذه المسألة واطلق صراحه. انجي افلاطون سجنت في الفترة بتاعت الفكر اليساري في الستينيات، هي من الأسرة برجوازية ودخل كذا يعني وانسجنت، واهم شغلها كان مرحلة السجن. ليه؟ لشقين في اعتقادي، الشق التوثيقي انها وثقت اللحظة، وهو ده ما وهو ده روعة الفنان، انه عنده ادوات يوثق بيها نفسه، مش محتاج حد يوثق له ده. نعم. فهي بادواتها رسمت ورحلت عننا، وظلت اهم مجموعاتها هي مجموعة السجن. فانا ما تخيلش ان انا ابقى واحد من دول، يعني انا ما جاش في بالي ان انا واحد من دول. انا بشتغل، انا التيمة بتاعتي هو الانسان، مش المصري بس، الانسان في العالم. انا التيمة بتاعتي هي القهر، يمكن اللي سمعني من الفنانين والنقاد عارفين ده كويس، انا الانسان عنصر اساسي في اعمالي، ومش بعمله يعني مرفه ولا حاجة، انا تملي عندي قضية. انت دايما بتصور الانسان، انت جواك حس ساخر تجاه الانسان. بالظبط. دايما بتصوره على انه بيسعى نحو الكاميرا، بيستعرض نفسه. ايوه. بالظبط. جزء من التكوين. ما بتحبش الكاميرا؟
لا احبها. بتحبها؟ بحبها. بتحب الاضواء والنجوميه؟ بحب الاضواء والنجوميه المرتبطه بشغلي وبانجازاتي، لانها لازم توصل ولازم ابان ان انا انسان ناصع وانسان منجز وانسان كذا. ده علاقتي بالكاميرا فعلا فتره وظيفتي او في معارضي وفي انجازاتي الفنيه. مفيش فنان ما بيحبش ان هو يبقى قدام الضوء وقدام الناس بانجازه. نعم. سواء كان فن او اي انجاز حتى فكري او ثقافي، ما ينفعش تبقى متداري لانك انت جزء من انجازك الثقافي. ما ينفعش يبقى فيه بس ثقافي من غير مصدر، من غير منبع. ما بتشوفش ان الفنان يجب ان ينأى بنفسه او يبتعد عن الوظيفة الإدارية والوظيفة ياريت الحكومية؟ يا ريت والله. يعني ما بتشوفش ان دي بتاخد من فكرة الفن والإبداع، يعني بتأثر على الفنان طبعا، بتسرق منه جزء من الخيال؟ الاصطدام بالواقع طول الوقت بيخلي الواحد فقد كتير من قدرته على التخيل. أنا معاك تماما. الوظيفة يعني بتلتهم الفنان، بتلتهم الفنان وبتلتهم حاجات كتير عنده يعني، لأن الوظيفة التزام والفن عدم التزام على فكرة. اللي تم متناقض. أنت بطبيعتك إنسان ملتزم؟ أنا بطبيعتي يعني أنا ملتزم إلى حد ما، يعني أنا كأب وكزوج وكراعي الأسرة لازم أكون ملتزم عشان ما غرقش الناس معايا. نعم. لكن لما بخلو إلى نفسي لازم أكون غير ملتزم. مفيش فن يطلع من واحد تقليدي ونمطي وبيحاسب وبيفكر قبل ما يعمل. أروع ما تعمله في الفن إن هو يطلع زي ما هو كده بتلقائيتك بجنوحك وجنونك وكل شيء. أول ما تنظم المسألة هتعمل فن محبك لكن مش هيلمس الناس. الفنان ملوش سقف، الموظف ليه طموح. انت كان لديك طموح وظيفي؟ يعني كنت بتحلم في يوم تبقى وزير، تبقى والله في منصب اداري كده ماسك؟ لا ابدا. ويعني انا حتى لما اخترت على هذا المقعد وعلى هذا الكرسي في الوظيفه، ربنا يعلم والوزير يعلم ان انا ما ساعدش، وهو يمكن يشهد بده ان انا ما رحتش وما بعتلوش حد. وهو في اول لقاء بينا بعد ما خدت الوظيفه قال لي على فكره انت مش اختيار حد، انت اختيار انا، وهو هتسمح لحد يقول لك انا اتوسطت لك، انا باصص عليك وعارف شغلك وانا اللي اخترتك لهذا المكان. بس جميل انه وهو فنان تشكيلي اختار فنان تشكيلي، ويبقى بالبدايه هو اعجابه بشغله، رغم ان الشغل في اختيار وظيفي ما هوش معيار، ولكن جايز فنان تشكيلي هيبقى حاسس بقيمه اللوحه قوي. بالظبط. وقيمه الفن اكيد. ايه رايك في شغل الفنان والوزير فاروق حسني؟ انا بتهيألي قلت في اخر معرض ليه، انا حتى لسه حد من الاخوه الاعلاميين بيفكرني ان هو سجل معايا في معرض الوزير يعني. وده كان المعرض اللي بعد الموضوع اليونسكو يعني. وانا شفته معاه، وشفته معاه في البيت على فكره بالصدفه يعني، كان في حاجه ملحه كده في الشغل فكان لازم فقال لي تعالى بيتي نشوف الورق ده مع بعض وفرجني على الشغل قبل المعرض. بالصدفه مع اصدقاء كانوا موجودين. بتقول له رايك بصراحه طالما بتاخد رايك ساعتها يعني. هو حتى فوجئ يعني، انا كلمته يعني الالوان، قلت له انا شايف الوان يعني جديده عليك دخلت، وشايف ان تجربه اليونسكو واللي حصل في الفتره ديت بان وطلع، وقلت له ده الطبيعي يعني. يعني هو ده كان رايي يعني. انا بشوف طبعا انا يعني انا مش فنان بس يعني، انا بدعي ان انا عندي ملكات خاصه كمان في الفن. اعرف اقرا لوحه كويس، اعرف الاقي مفاتيح، عندك الحس النقدي كمان. بالظبط. واعرف ادخل اللوحه منين، واعرف وسمع كلامك لما قلت له ملاحظات يعني. سمع باهتمام. وانا فاكر قال لي ادم حنين بالتحديد واحنا قاعدين قال له اللي بيقوله ده مفاجاه بالنسبه لي. انا فاكر هذا الحوار كويس، وفاكر ان انا قلت ده وانا بسجل في معرضه. بس لسه ما قلتليش رايك برضو في لوحاته، رايك فيه كفنان تشكيلي. فاروق حسني فنان تشكيلي كويس يعني. انا لا غلط نفسي، عارف ازاي؟ ما بعرفش غلط نفسي، ويمكن يعني هو ده سبب. غلط نفسك يعني هو ده سبب مشكلتي مع نفسي في حتى في الازمه الاخيره، ان يعني ما بعرفش غلط نفسي، ما بعرفش ازوق نفسي على فكره. لما بزعل بقول، ولما بغضب بعمل. كنت اصحاب؟ كنا اصحاب طبعا. كان بينكم مساحه من الصراحه والحوار؟ أنا, انا 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 عارف كده، وناس كتير تعرف ده. ايه ما بقتوش اصحاب كده؟ ولا في غمامة؟ انا موضوع بس يا خيري والله يعني، اسمح لي وانت بتسالني السؤال ده بيهزني من جوايا، لان انا اعرف يعني ايه صحوبيه، واعرف يعني ايه حاجه تقلبني من يعني من صاحب يعني. انا ما اتمنالوش اللي انا شفته يعني، فلازم ازعل منه. طيب. لازم زعل المحبين. بالظبط. هرجع لها تاني بشكل اخر، بس خليني اكمل معاك مرحله السجن لانها عامله لي نوع من الفضول. اول يوم سجن يعني ايه لمحسن شعلان؟
يعني فجأة قرار بحبس وبدخل في مكان وبيتقفل عليا باب زنزانتي لو اضيق انا من ورا السجان بتعمل ايه؟ يعني انا محتاج استجمع نفسي يعني بصراحه. ما شفتش الصدمه في حياتي يعني بالشكل ده، ما شفتش نفسي وانا الحديد قبل الخطوه دي، الحديد الكلبش. الكلبش في ايد فنان، الايد اللي تعودت على انها ينطلق من على اطراف صوابع، دي حريه بتتكبل. ده كان احساس صعب قوي. مش عمري ما فكرت في شكلي على فكره وانا بتكلبش يعني. عمري ما دايما انا كنت يعني ايه ابص على المنظر ده كنت ابقى متضايق قوي ان حد مهان كده يعني، ان حد يعني بيسلب حريته كده. انا ما فكرتش فيها كده، ما فكرتش شكلي هيكون ايه قدام الناس، على قد شكلي قدام نفسي، على قد ان الايد دي يعني اللي انا بحترمها جدا يعني، انا بحترم ايدي جدا لانها الكلبش كان في اليمين ولا في الشمال؟ عشان بلبس الساعه في اليمين فكنت بختار الشمال، بس بالصدفه يعني كويس انها مش في اليمين اللي بترسم يعني. لان انا مش اشول يعني. لكن دي كانت اول صدمه يعني، دي كانت اول حاجه قبل ما يتقفل عليا. طب خليني قبل ما اقفل الزنزانه عليك، علشان اول ليل داخل سجن لفنان تشكيلي، مساله عايزه خيال يعني، لو قعدنا نتخيلها هتبقى صعبه، ما ينفعش حد يعبر عنها الا من كابدها. لكن انت قبل مرحله السجن كان ليك لوحات انا شفتها، كنت خانق نفسك، كنت حاسس انك مخنوق بوظيفتك ببدلتك وجرافطتك، وكان ليك اكتر من لوحه بهذا المعنى، كانك كنت مستشرف انك مقرب من سجن، داخل من سجن. يا ريت يا جماعه نعرف نشوف اللوحه واحنا بنتكلم. اللوحه